كانت عندنا 3 بوصلات نوعا ما تتحكم بضبط الوضع العراقي عموما والوضع الشيعي خصوصا. الصمامات 3 هي واشنطن، طهران، النجف. هذه الثلاثية، وهذه الثلاثية هي اللي صاغت كثير من الحكومات وصاغت كثير من الوضع السياسي العراقي، في بعض الأحيان تتقاطع وبعض الأحيان تتكامل حسب الضرب وحسب المرحلة اللي كان تجرى فيها الانتخابات وماذا تنتج. هذه الانتخابات الوحيدة التي فيها طهران ليست بكامل عافيتها وقوتها السياسية في العراق، واشنطن غير مهتمة جدا في الوضع العراقي، والنجف هالمرة أغلقت بابها حقيقة. يعني كانت في كل مرة هي تغلق بابها ولكن تترك شباك مفتوح للمفاوضات ولتشكيل الحكومات وللتدخل في الوضع السياسي بطريقة أخرى. هذه المرة النجف مغلقة الباب تماما، لأنها أيضا استشعرت الخطر واستشعرت أنه رصيدها الاجتماعي والديني قد بدأ يتآكل إذا استمرت في دعم هذه المنظومة السياسية مع كل الأخطاء التي يعني استمرت معهم من 2003 إلى اليوم. أما طهران فعندها تحديات كبيرة، وهذه التحديات الكبيرة تمنحها اليوم من التدخل بالوضع العراقي بشكل مباشر. لديها مفاوضات مع الغرب ومع أمريكا، مفاوضات مصيرية. نعم. لديها إعادة ترتيب البيت الداخلي الإيراني في داخل الجمهورية الإسلامية، وأيضا وهذه أنا حكيتها في أكثر من لقاء، أنه ضابط الإيقاع الذي كان يمثل إيران في العراق وهو الجنرال سليماني لم يعد موجود على المسرح، واختفاء هذا الرجل ليس باختفاء طبيعي، تغيرت كثير من الموازين ومن القوى. اليوم نتكلم عن قوى سياسية ليس لديها ضابطة حقيقية قادرة على أن توجهها وأن تحسم النقاشات والجدل، وفي نفس الوقت في الساحة السنية وحتى في الساحة الكردية. نعم هناك تأثير، هناك توصيات من طهران أو من واشنطن، ولكنها لا ترتقي إلى مرحلة الأوامر وإنما مجرد توصيات. يعني التأثير نقدر نقول قل بمستوى 50%. أما النجف فلحد اللحظة أنا تقديراتي أن النجف لن تتورط في تشكيل الحكومة القادمة، لأنها واثقة أن الحكومة القادمة سوف تكون حكومة عبور أزمة وستنهار بأسرع وقت ممكن.